الآن نستطيع سماع صفارات الإنذار. نعم نستطيع الآن سماع صفارات الإنذار هنا في مدينة القدس. هذه الصفارات التي انطلقت قبل قليل في سماء مدينة القدس. يبدو بأن هنالك صواريخ فلسطينية التي انطلقت قبل قليل من قطاع غزة. على الأغلب هي الصفارات التي نستطيع سماعها الآن في مدينة القدس. وبهذا يكون قد تحولت الأمور حقيقة إلى شبه مشهد غريب جدا هنا في المدينة. هنا في الساحة الشبان كانوا يهتفون قبل قليل. سمعنا الانفجار. نعم سمعنا الانفجار. زوم على الشباب. نسمع انفجارات. نسمع انفجارات. نسمع انفجارات هنا الآن في مدينة القدس. نسمع الانفجارات في مدينة القدس الآن. انفجارات في مدينة القدس. صواريخ. الشباب خرجوا الآن من هذه الساحة وحالة حقيقة من السعادة التي نراها عند الشبان الذين يعني يحيون هذه الصواريخ الفلسطينية التي وصلت وهذه المشاعر التي نستطيع أن نراها الآن على الهواء مباشرة. نحن هنا في ساحة باب العمود وصفارات الإنذار التي دوت قبل قليل بل وسمعنا أيضا الصواريخ التي نستطيع أن نسمعها الآن مرة أخرى. نعم نعم مرة أخرى. الشباب يا أخي الشباب. مرة أخرى نستطيع سماع الشبان الفلسطينيين. ما نعم يبدو أنها لربما أيضا القبة الحديدية. القبة الحديدية مدينة القدس. الأجواء هنا غريبة جدا. هنالك طبعا صفارات الإنذار كما نستطيع أن وصلني الآن قبل قليل لأن هذه الانفجارات بالقرب من منطقة بيت حنينة. الجنود الآن عمليا أيضا في حالة غضب ارتباك. الصورة التي نصلها أنا الآن من باب العمود صورة الاحتفال ولكن أيضا الغضب من الجنود الإسرائيليين الذين الآن هم بصدد القيام بالاعتداء على الشبان الفلسطينيين. وقبل قليل بيان لأبو عبيدة كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على مدينة القدس. الآن بيان للناطق باسم حركة حماس أبو عبيدة الذي قال بأن كتائب القسام توجه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيلا بأهلها في منطقة الشيخ جراح والمسجد الأقصى. هذه الرسالة على العدو أن يفهمها جيدا. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا. الآن هذه البيانات التي وصلت ويبدو بأن حركة حماس هي التي تتحمل أو تحملت أو أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق هذه الصواريخ التي راقبناها وتابعناها على الهواء مباشرة وسمعنا أيضا هذه الانفجارات التي دوت قبل قليل في سماء مدينة القدس. جن جنون الجنود الإسرائيليون وطبعا هنالك الاتصالات الهاتفية عند كبار القادة الإسرائيليين الذين باتوا أيضا هم يتابعون هذه المسألة.